أساتذة من محاضرة جديدة حول الفلسفة الإسلامية. أبو يعقوب الكندي أول فيلسوف عربي، يعني المصادر التأسيس والتأثيرات. نبدأ بحياته وأعماله. وقد ما كان يعني أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي يعني تقريبا مولود 800 ميلادي ومتوفي 870 ميلادي، هو أول فيلسوف وعرف نفسه بهذه الصفة في التراث العربي. عمل مع مجموعة من المترجمين الذين نقلوا أعمال أرسطو والأفلاطونيين المحدثين وعلماء الرياضيات والعلماء اليونانيين علماء الطبيعة إلى العربية إلى لغة الذات. اعتمدت أطروحة الكندي الخاصة وكثير منها رسائل موجهة إلى أفراد من عائلة يعني الحاكم آنذاك الخليفة بشكل كبير على هذه الترجمات، والتي تضمنت لاهوت أرسطو الشهير وكتاب يعني العقل و يعني العقول والنسخ العربية من أعمال أفلوتين وبروكليس. كان فكر الكندي مليئا بالأفلاطونية المحدثة، على الرغم من أن سلطته الرئيسية في الأمور الفلسفية كانت يعني خاضعة ومتجهة نحو تقليل أرسطو محاكاة أرسطو. تشمل أطروحات الكندي الفلسفية في الفلسفة الأولى، حيث يجادل بأن العالم ليس أبدي وأن الله يعني ذات يعني جوهر بسيط، كما كتب العديد من الأعمال حول مواضيع فلسفية أخرى وخاصة علم النفس، بما في ذلك المعروف بالفكر أو العقل وعلم الكونيات كوسمولوجيا. كان عمل الكندي في الرياضيات والعلوم واسعا أيضا، وكان معروفا في كثير من التقاليد العربية وترجم إلى اللاتينية، خاصة كتاباته حول علم التنجيم، علم الفلك وعلم التنجيم. نبدأ بحياته وأعماله. حياته، كان الكندي أحد أفراد قبيلة كندا العربية، والتي لعبت دور مهم في بداية تاريخ الإسلام. نسبه لقب فيلسوف العرب. بين كتاب لاحقين نعلم أن الكندي توفي يعني وعادة ما يتم تحديد تاريخ وفاته في أوائل عام 870، ولكنه ربما هو توفي في 866 ميلادي. يصعب تحديد تاريخ ميلاده، لكن يقال أنه عمل عالما في عهد الخليفة المأمون الذي انتهى عهده عام 833، وكان بالتأكيد مرتبطا ببلاد الخليفة يعني المعتصم، خليفة المعتصم الذي حكم بين 833 و 842. لذلك يحسب عادة أنه ولد حوالي 800 ميلادي. ولد في البصرة وتلقى تعليمه في بغداد. بلغت مسيرته الفلسفية ذروتها في عهد المعتصم الذي كرس له الكندي أشهر أعماله، بعث إليه رسالة في الفلسفة الأولى، رسالة في العقل، والتي تلقى ابنه أحمد دروسا من قبل الكندي. تركزت أنشطة الكندي الفلسفية حول حركة الترجمة التي بدأها ودعمها الخلفاء العباسيون منذ ما قبل ولادة الكندي، وخاصة تأسيسهم لبيت الحكمة في بغداد. أشرف الكندي على إحدى المجموعتين الرئيسيتين من المترجمين في القرن التاسع، والتي قاد مجموعة أخرى حنين بن إسحاق، والتي ترجمت دائرة يعني الكندي أو حلقة الكندي العديد من الأعمال الفلسفية والعلوم من اليونانية إلى العربية. في يعني يبدو أن الكندي كان وسيطا بين هؤلاء المترجمين والعلماء الذين قاموا بالفعل بالترجمة، وكثير منهم كانوا مسيحيين يعني قادمين من الشام أو من أصل يعني من الشام، منحدرين من الشام. قد ينظر إلى كتاباته على أنها حامة علاقات عامة مستدامة تهدف إلى عرض وإعلان عن قيمة الفكر اليوناني لجمهور مسلم يعني عصره القرن التاسع ميلادي. إذن أعماله ورسائله. ثانيا، نحن محظوظين في وجود قائمة عناوين أعمال منسوبة إلى الكندي، وهي موجودة في فهرس القرن العاشر يعني للكاتب ابن النديم. يفضل ابن النديم أن يعلم بأن الكندي كتب مئات الرسائل في
في مجموعة متنوعة جدا من التخصصات العلمية والفلسفية. الواقع في أن العناوين العلمية والرياضية تفوق بكثير عدد العناوين الفلسفية. سوف يضيع العدد عديد من يعني من رسائله. الآن لولا مخطوط واحد يعني تم العثور عليه في اسطنبول ويحتوي على معظم كتبات الكندي الفلسفية الموجودة هناك. تم تحرير العديد من النصوص المهمة وترجمتها. ويتضمن هذا العمل الذي اشتهر به في الفلسفة الأولى نسخة هذه الأطروحة غير مكتملة، وتتألف من الجزء الأول فقط، والذي ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول هو في الأساس نصيحة للقارئ لتكريم الحكمة الفلسفية اليونانية، ويحتوي الثاني الجزء الثاني على مناقشة الكندي الشهير لخلود العالم. يقرر الجزء الثالث والرابع بوجود الله وجود حقيقي وهو مصدر الوحدة في كل الأشياء الأخرى، ونظرا في عدم قابلية تطبيق اللغة على هذا الحق. كما تتضمن يعني مخطوطة اسطنبول إحدى النسخ القليلة من للكنتي حول العقل من أجل البقاء يعني هنا، وكتبها الكنتي باللغة العربية ومحفوظة أيضا في اللغة في ترجمتها اللاتينية. هذه الرسالة الأولى في التراث العربي التي تقدم تصنيفا لأنواع الفكر مثل ما يصبح مألوفا عند الفارابي وابن سينا وابن رشد، يعني أنواع العقول العقل الفعال والمنفعل وبالملكة والمستفاد يعني تسلط أعمال أخرى مزيد من الضوء على علم النفس عند الكنتي، أي نظرية الروح. ويتكون الخطاب حول الروح من اقتباسات مفترضة من فلاسفة يونانيين، وأن هناك مواد منفصلة تستخدم مقولات أرسطو لإثبات أن الروح غير مادية، وأنها في النوم وفي الحلم تسرد أحلام نبوية من منظور نظرية أرسطو في الخيال. فيما يتعلق بالنظرية النفسية للكنتي فإن عمله المهم الوحيد المتبقي على قيد الحياة في الأخلاق، وهو رسالة يعني في مسألة تمديد الأحزان. ربما قام بتأليف مجموعة من الحكايات والأقوال الأخلاقية المنسوبة لسقراط، والتي ربما عرضها الكندي فيها نظريته الكونية في نصين آخرين موجودين في نفس المخطوط حول يعني سبب القريب للكون والفساد، وهناك وحول سجود الكرة الآلة البعيدة. هناك أيضا العديد من الأعمال ذات الصلة بالأرصاد الجوية والتنبؤ بالطقس. طبق هؤلاء نفس الأفكار الكونية لإظهار كيف تنتج الحركة السماوية المطر وظواهر الأرصاد الجوية الأخرى في العالم السفلي الذي نعيش فيه. بينما تأثرت هذه الأعمال بأرسطو، اعتمد الكنتي أيضا على مصادر يونانية أخرى مثل بطليموس، وكانت معرفته بالتقاليد العلمية اليونانية واسعة النطاق في الواقع. على سبيل المثال استخدم إقليدس والأفكار التي يمكن إرجاعها إلى بطليموس في عمل مشهور عن البصريات في وجهة نظر والتي تم الاحتفاظ بها في نسخة لاتينية. تعتبر مجموعة الكتب العلمية الموجودة للكندي ضخمة، تتضمن أطروحات حول صناعة الأدوية والموسيقى وعلم التنجيم والرياضيات، ولكن ربما هنا سنقوم بالتركيز على آراء الكندي الفلسفية فقط. نبدأ يعني المصادر. أولا المصادر التي استقى منها الكندي فلسفته، مؤثرات من أثر عليه. أولا نبدأ بالمصادر اليونانية أو المؤثرات اليونانية. كما قد يتوقع المرء بالنظر إلى دور البارز في حركة الترجمة، فإن أعمال الكنتي مليئة بأفكار من الفكر اليوناني، أما أعماله الفلسفية مدينة جزءا منها إلى مؤلف الرياضيات وكل العلوم الأخرى التي ترجمها مترجمي عصر. على سبيل المثال نيقيماخوس أظهر إقليدس عن منهجيته وكذلك في الرياضيات، لكن التأثير الأكثر أهمية على فلسفته كان أرسطو الذي استطلعت كتابات يعني الكندي في أطروحته بعنوان عن كمية كتب أرسطو. يقدم هذا العمل لمحة شاملة إلى حد ما عن مجموعة أرسطو، على الرغم من أن الكندي من الواضح أنه لم يقرأ بعض الأطروحات التي ناقشها. عندما أتى الكندي ليذكر محتويات الميتافيزيقا فإنه أعطى ملخص مدهش إلى حد ما. هدفه في كتابة المسمى الميتافيزيقا هو شرح الأشياء التي تستمر دون جوهر، وعلى الرغم من أنها
توجد جنبا إلى جنب مع ما هو موجود بالفعل، إلا أنها ليست مرتبطة بالجوهر ولا متحدة معه، لتأكيد وحدانية الله العظيم والجليل، ولشرح أسمائه الحسنى، وأنه يعني العقل الفعال للكون الذي يكمل كل الأشياء إليه، الكون الذي يحكم من خلال عنايته الكاملة وحكمته الكاملة. في حين أن هذا قد يبدو وصفا دقيقا للميتافيزيقا أرسطو، لأنه وصف دقيق تماما لمفهوم الكنتي الخاص لعلم الميتافيزيقا. اتضح أنه يدمج الميتافيزيقا مع اللاهوت منذ الافتتاحية في رسالته في الفلسفة الأولى رسالة في العقل، التي تقول أنه بما أن الفلسفة بشكل عام هي دراسة الحقيقة، فأن الفلسفة الأولى هي معرفة الحقيقة الأولى التي هي سبب كل حقيقة أو علة كل حقيقة. وبالفعل فإن الميتافيزيقا لأرسطو لها تأثير كبير على هذا العمل. ومع ذلك ما هو الحال في كتابة الكندي الفلسفية، فإن هذه الفلسفة الأولى تستخدم أيضا بشكل مكثف الأفكار من ترجمات الكتابات الأفلاطونية المحدثة. اعتمد الدليل على وجود شخص الحقيقة جزئين على بروكليس، ويمكن للمرء أن يكتشف التأثيرات من النسخة العربية لأفلوتين المنتجة في دائرة الكندي بيسمى لاهوت أرسطو. ولعل أهم تأثير منفرد مع ذلك هو الهجوم على أرسطو من قبل المفكر المسيحي الأفلاطوني المحدث جان فيلي بونوس حول قضية الخلود في العالم. في الفلسفة الأولى إذن هو مثال بشكل خاص على كيفية دمج الكندي بين الأفكار الأفلاطونية المحدثة والأرسطية في رؤيته لفلسفة متماسكة مشتقة من الإغريق. لقد تم تحذير الطريق لهذا المفهوم الشامل للميراث اليونان من قبل الأفلاطونيين المحدثين أنفسهم، والذين يعني تنظر تعليقاتهم على أرسطو بالملول المنسجمة الواضحة للكندي. ولكن بصفته مروج للحكمة اليونانية كان الكندي حريصا على حال على إزالة أي توترات بين الفلاسفة اليونانيين أو أي إخفاقات من جانب المفكرين اليونانيين. على سبيل المثال لا يعطي أي إشارة على أن موقفه من أبدية العالم يختلف عن موقف أرسطو. من المثير للاهتمام أنه أكثر استعدادا للتعرف على وجه القصور من جانبي المفكرين العلميين اليونانيين. على سبيل المثال في البصريات التي أسسها إقليدس، على الرغم من أنه حتى هنا يؤكد على الحاجة إلى منهج يعني تجريبي خبري. لاحقا في يعني في القسم الأول من الفلسفة الأولى أطلق الكندي العنان لسيل من الإساءات ضد معاصريه الذين لم يتم تسميتهم والذين ينتقدون استخدام الأفكار اليونانية. يجب ألا نخجل من الإعجاب بالحقيقة أو الحصول عليها أينما كانت، حتى لو كان يجب أن تأتي من دول بعيدة وشعوب أجنبية. فليس هناك بالنسبة لتلميذ الحقيقة طالب الحقيقة أكثر أهمية من الحقيقة، ولا يتم إهانة الحقيقة أو تقليل من شأنها من قبل من يقولها أو ينقلها. لا أحد يهين الحق يعني بالحق، بل كل شيء يعني يستحسن القيام بها. وعلى الرغم من أن الكندي كان ثابتا في دعمه للأفكار التي تم نشرها في مشروع الترجمة، إلا أنه تأثر حتما بالتيارات الفكرية في عصره. يتضح هذا بشكل واضح عندما يستخدم الكندي الأفكار اليونانية للتعامل مع قضاياه، وخاصة الخلافات حول تأويل الدين لا سيما في مجال اللاهوت. هذا بالنسبة إلى تأثيرها أو مصادرها اليونانية. نأتي الآن إلى مصادرها يعني التي عاصرها، وخاصة في التراث العربي الإسلامي، يعني تأثير المؤثرات العربية الإسلامية في عصره. مثلا على هذه المشاركة التي ستتم مناقشتها بمزيد من التفصيل هي معالجة الكندي للصفات الإلهية ورآها حول الخلق أو الاختراع أو الإحداث أو الصنع. كم يعني كان الكندي وجد نظر متشددة حول مسألة الصفات، ذيل الله بين الذات والصفات، على أساس أن الإسناد يعني دائما تعددي تفادى، وحاول هو مع التجريد مع التنزيه تفادى التجسيم ويعني الحشوية، في حين أن الله واحد بلا صفات وقد تم بلا قيود. وقد تم مقارنة ذلك بموقف المعتزلة الذين كانوا أهم علماء اللاهوت المعاصرين في القرن التاسع. قد يكون تأثير المعتزلة موجود أيضا في نظرية الكنتي القائل بأن الخلق هو جلب الوجود إلى الوجود من العدم، وخاصة في إنكار أن الخليقة يمكن أن تكون أبدية. قد يكون هذا مرتبطا بادعاء المعتزلة
أن القرآن مخلوق وليس أبديا، واستخدم الكندي الفلسفة للدفاع عن الإسلام وتفسيره في العديد من الأعمال. كتب أطروعة قصيرة يهاجم بها العقيدة المسيحية عن الثالوث، مستخدما مفاهيم مستمدة من إيساغوجي من يعني، وكان تفنيد الكندي موضوع دحض وضعت من قبل الفيلسوف المسيحي يحيى بن عدي الذي يعني عاش في القرن العاشر بعده. فحين أن هذا هو العمل الوحيد الباقي الذي يشارك في الجدل اللاهوتي، فإننا نعلم يعني من فهرست بن النديم أنه كتب أطروحات أخرى حول مواضيع مماثلة. يحتوي الكتاب الموجود أيضا على مقاطع يشرح فيها الكندي معنى آيات من القرآن، وربما يكون الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو مناقشته للخلق من عدم في خضم كتابه حول يعني كتب أرسطو. هذا المقطع هو شرح للقرآن، يذكر الكندي نفس المقطع القرآني ويناقش الطبيعة الخاصة للمعرفة النبوية في عمل الأرصاد الجوية بعنوان لماذا الجو الأعلى بارد. في الوقت نفسه فإن العمل الكوني حول سجود المعيد خارجي مكرس بالكامل لشرح الآية القرآنية النجوم والأشجار تسجد. من حيث وصف الكندي للتأثير السماوي على عالم ما دون القمر، تظهر ملاحظات الكندي هنا اهتمام بتخصصات معاصرة قواعد اللغة وتفسير القرآن، حيث تظهر الرغبة في دمج الأفكار اليونانية في ثقافته بطريقة مختلفة من خلال قائمة المصطلحات الفلسفية التقنية من التعريفات مع التعريفات. ينسب هذا العمل إلى الكندي، وعلى الرغم من الشك في أصالته إليه ونسبته إليه، إلا أنه من شبه المؤكد على الأقل إنتاج دائرة الكندي التي تتوافق معظم المصطلحات المعرفة مع المصطلحات التقنية اليونانية، وبالتالي فهي تبني مصطلحات فلسفية عربية يقصد بها أن تكون معادلة للمصطلحات الإغريقية. من اللافت للنظر أنه في وقت مبكر جدا من التراث الفلسفي العربي كانت هناك بالفعل حاجة متصورة للغة تقنية جديدة لتوصيل الأفكار الفلسفية في بيئة ثقافية إسلامية عربية مختلفة. وبالطبع ليس فقط يعني البيئة الإغريقية هي الفلسفية، وإنما هناك إرادة لجعل الفلسفة تتكلم باللسان بلغة الذات. وبالطبع ترجمت اللغة الفلسفة اليونانية إلى الثقافة العربية. ستصبح بعض المصطلحات المدرجة يعني في التعريفات للجرجاني، وإن لم تكن كلها قياسية في التقليد الفلسفي اللاحق. الآن نأتي إلى فلسفته ونبدأ بالميتافيزيقا، فلسفة الكندي. أولا مسألة يعني الله البساطة الإلهية. أهم عمل الكندي حول الفلسفة الأولى مكرس للميتافيزيقا. علم الكندي يتطابق على الفور مع دراسة الله، بما أن كل الفلسفة هي استفسار عن الحقيقة، لأن الفلسفة الأولى هي معرفة الله الذي هو الحقيقة الأولى وسبب كل الحقيقة. فإن هذا قد لا يبدو أنه له علاقة كبيرة بفهم أرسطو للفلسفة الأولى كعلم الوجود، إلا أن الكندي يقرن ارتباطا وثيقا بالحقيقة. كل ما له وجود له حقيقة. بالنسبة له فإن القول بأن الله هو سبب كل الحقيقة وبمثابة قول أن الله هو سبب كل الوجود، وهي نقطة تم توضيحها في نهاية ما تبقى لنا من الفلسفة الأولى. ومع ذلك فإن المفهوم المركزي في لاهوت الفلسفة أولا ليس الحقيقة ولا الوجود بل الوحدة، الواحد، الله هو الواحد. في الواقع يناقش الكندي يعني السبب الأول الوجود على وجه التحديد من خلال الدفاع عن السبب الأول للوحدة، وتأكيد على أن جلب الشيء ليكون يعني فرض وحدة من نوع معين. وكذا فإن لاهوت الكندي الفلسفي له جانبان رئيسيان، إثبات أنه يجب أن يكون هناك واحد حقيقي هو سبب الواحدة في كل الأشياء، ومناقشة طبيعة هذا الحق، ويتم التعامل مع هذه الجوانب على التوالي في القسمين الثالث والرابع من رسالة في الفلسفة الأولى. في القسم الثالث يثبت الكندي أولا أنه لا يوجد شيء يمكن أن يكون سببا خاصا به، وهي النقطة التي لم يتم استخدامها صراحة ولكن قد تكون كذلك، تهدف إلى إظهار أن لا شيء يمكن أن يكون سبب وحدته، وما يقوم بإجراء مسح شامل لأنواع مختلف من العقل بعد إيزاغور لبورفيري يعني شجرة بورفيري. صنف جميع المسندات والمصطلحات والمقولات إلى جنس وأنواع فرق وأفراد، حادث مناسب وحادث شائع.
ويأخذ بدوره ويجيد بأن كل نوع من المسند يشير إلى كل من الوحدة والكثرة. على سبيل المثال الحيوان هو جنس واحد لكنه مكون من أنواع متعددة، الإنسان نوع واحد ولكنه يتكون من العديد من الأفراد، والإنسان الواحد هو فرد واحد ولكن مكون من عدة أجزاء من الجسم. وأخيرا يسعى الكندي إلى تفسير ارتباط الوحدة والكثرة في كل هذه الأشياء، ويجادل بأن الارتباط لا يمكن أن يكون مجرد نتاج الصدفة، ولا يمكن أن يكون سبب أو أي جزء من مجموعة الأشياء التي هي واحدة وكثيرة. لذلك يجب أن يكون هناك سبب خارجي لترابط الوحدة والكثرة، سيكون هذا سبب واحد على وجه الحصر وخالي تماما من التعددية من الكثرة. يعبر الكندي عن هذا بقول إنه سبب جوهري، في حين أن الأشياء الأخرى عرضية كما يتحدث عنها على أنها واحدة في الحقيقة، في حين أن الأشياء الأخرى هي واحدة بالمجاز. باختصار السبب المعني هو الحقيقي أو الله. لكن بما أننا رأينا بالفعل أن كل نوع من المصطلح والتعبير يشير إلى الكثرة بالإضافة إلى الوحدة، فليس من المستقبل أنه في القسم الرابع في من الفلسفة الأولى ذكر الكندي فلسفة واحدة. أولا يواصل الكندي القول بأن الأنواع المختلفة من المسند لن تنطبق على الشخص الحقيقي، يلخص استنتاج على نحو التالي، وهكذا فإن الشخص الحقيقي لا يمكن لا يملك أي جوهر أو شكل أو كمية أو صفة أو علاقة، ولا يتم وصفه بأي من المصطلحات الأخرى، يعني ليس له جنس ولا فرق محدد ولا يعني ولا فرد ولا حادث مناسب ولا حادث شائع، إنه لا يتحرك ولا يوصف من خلال أي شيء. يذكر أنه واحد في الحقيقة، لذلك فهو مجرد وحدة محضة. لا أعني شيئا سوى الوحدة، كل وحدة عداها كثرة. وكما يعني ذكرنا سابقا فقد تم مقالة هذا الاستنتاج برأي اللاهوتيين المعاصرين له والذين يشار إليهم بالمعتزلة، وبالمثل اتخذ نظرة صارمة على مسألة الصفات الإلهية بحجة التنزيه، يعني تنزيه الذات الإلهية من كل تعدد وكل كثرة. بساطة الله تستبعد قبول أي صفة تختلف عن جوهره، ومع ذلك فمن الواضح أن السوابق اليونانية هي التي كان لها تأثير رئيسي على الكندي. هنا يحمل شخصها الحقيقة تشابها قويا مع المبدأ الأول أفلاطونية المحدثة. في الواقع قد يتم التذكير بأفلاطون بقدر ما يبدو أن إله الكندي يعمل مثل الشكل الأفلوتيني، يعني الواحد الإله العقل الأول أو الإله الواحد، تماما كما أن شكل المساوات متساوي تماما وليس غير متكافئ على الإطلاق، ويعمل على تفسير المساوات في أشياء أخرى كذلك، فإن الله واحد تماما وليس متعددا على الإطلاق، ويفسر الوحدة في الأشياء الأخرى. إذن هذا بالنسبة للبعد الأول من فلسفته الميتافيزيق. نأتي إلى البعد الثاني، الخلق، الإحداث، الاختراع، الصنع، ما ندري. هذا مع ذلك ليس سوى جزء من وجهة نظر الكندي في السببية الإلهية، لأنه كما رأينا يعتقد أن كونك شيئا معين يعني أن تكون واحدا بطريقة معينة، فإنه سيستنتج أن الحقيقة هو سبب الوجود بالإضافة إلى الوحدة. على وجه الخصوص يعتقد أن الله عامل أو سبب فعال، عقل فعال. يتم التعبير عن هذا الرأي في نص مقتضب، ربما جزء من عمل ضاع طويل عنوانه فعل الحقيقي الأول الكامل، ويعني المريد الذي هو مجازيا. ويبدأ الناس على نحو التالي، نقول أن الفعل الأول حقيقة وإحضار الكائنات من العدم، ووضع أن هذا العمل من حق الله تعالى الذي هو غاية كل سبب، لأن إحضار الكائنات من العدم إلى الوجود لا ينتمي إلى غيره، وهذا الفعل هو خاصية مناسبة تسمى بالنشأة. يواصل الكندي شرح ذلك، في حين أن الله هو الفعل الحقيقي لأنه سبب للوجود ويعمل دون أن يتم التصرف بناء عليه، فإن كل الآخرين كل الفاعلين الآخرين ليسوا سوى يعني وكلاء مجازين له، لأنهم يتصرفون بناء عليه. إن قوة المصطلح المجازي هنا هي نفسها كما في الفلسفة الأولى، تماما كما أن الأشياء المخلوقة كثيرة وواحدة، وبالتالي فهي ليست واحدة حقا، لذا فهي سلبية ونشطة، وبالتالي فهي ليست حقا. يثير هذا النص القصير سؤالين مثيرين،
حول كيفية تصور الكندي للفعل الإله. أولا، ما الذي يدور في ذهنه عندما يصف فعل الله بأنه يتوصف بفعل الفاعلين المجازيين؟ الله هو سبب المباشر، النتيجة الأولى، وسبب من خلال وسيط لتأثيرات التي تأتي بعد تأثير الأول. ثانيا، ما الذي ينطوي عليه جلب الوجود ليكون من العدم؟ فيما يتعلق بالسؤال الأول، قد يفترض المرء أن الكندي تابع نصوص الأفلاطونية المحرفة، وأنه يفكر في الصدور وانبثاق تأثيرات من المبدأ الأول، من العقل الأول. إذا كان هذا صحيحا، فسيكون التأثير الأول هو عالم العقل مذكور في النصوص الكندية الأخرى، على سبيل المثال خطاب الروح، تكرار هذه العبارة من لاهوت أرسطو. هذا مدعوم بملاحظة غير ملزمة في حول الفلسفة الأولى، مفيده أنه قد يعتقد المرء أن العقل هو العقل الأول، ولكن يبدو أنه من احتمال على الأقل أن يكون التأثير الأول المذكور هنا هو عالم السماوات، أي الله الإله الدين. من خلال خلق السماوات وتحريكها يأتي الله بشكل غير مباشر بأشياء إلى عالم ما دون القمر. قد تكون هذه نسخة أرسطية أكثر من فكرة أن السببية الإلهية يتم التوصف بها. وفيما يتعلق بالسؤال الثاني، فإن فكرة أن الله هو سبب الوجود، عقل الوجود، قد تبدو أيضا في الواضحة في البداية خروجا عن أرسطو، لكن في الواقع جادل المؤلف الأفلاطوني المحث مثل أمنيوس صراحة أن إله أرسطو كان سببا فعالا للوجود، عقلا فعالا وليس مجرد عقل غائل الحركة. ويوفر مقطع في كتب كمية كتب أرسطو المناقشة المذكورة عليه للقرآن الخلق على نموذج التغيير الأرسطو، انتقال من يعني من ما هو بالممكن إلى ما هو بالفعل، حيث ينتقل شيء ما من أحدهما مخالف للآخر. في حالة الخلق أحدهما نقيض هو لا وجود والآخر الكينونة. مناقشة الكندي لهذا الأمر لها أوجه تشابه في المناقشات اللاهوتية للخلق القرأة الفرقة التي اشتهرت وانتشرت في القرن التاسع خاصة مع المعتزلة. ولكن من المدهش أن مصدره الرئيسي هو جون فيلوبونوس تلميذ أمونيوس، وهو أفلاطوني مسيحي محدث تحدث أيضا عن الخلق على أنه جلب شيء ما ليكون من اللاوجود. ما يفصل الكندي وفيلوبونوس عن أرسطو هو فكرتهما بأن هذا النوع من التغيير من اللاوجود إلى الوجود لا يتطلب ذاتا. على سبيل المثال، لكي يكون هناك تغيير من غير الأبيض إلى الأبيض يجب أن هناك موضوع أو ركيزة لكل من يعني النقص من البياض والبياض نفسه. هنا الله على النقيض من ذلك، يمكن أن يكون من العدم، ومع عدم وجود موضوع للتغيير يؤكد الكندي أيضا أن عمل الله في الخلق لا يتطلب زمنا ليتم تحقيقه. هذه فكرة يعني الذات الإلهية وتنزيهها وإعطائها جميع الصفات. بعد ذلك نأتي لفكرة خلود العالم، تقودنا هاتين النقطتين إلى استخدام أكثر شمولية لفيلوبونوس من قبل الكندي في حجة الأخيرة المعروفة بأن العالم ليس أبديا. اتبع معظم الفلاسفة اليونانيون أرسطو في اعتقادهم أن العالم أزلي، وهذا يعني الاعتقاد بأن يعني وهذا يعني ليس فقط أنه لن يتوقف عن الوجود أبدا، بل أنه كان موجود دائما. كانت هذه عقيدة أرسطو والرواقيين، وكذلك عقيدة الأفلاطونية المحدثة الأرثوذكسية الذين فسروا أفلاطون في محاورة تيماوس على أنه ملتزم أيضا بالخلود الماضي للعالم. كان فيلوبونيوس استثناء لهذا القاعدة في عمل دحض حجج بروكليس الأفلاطونية المحدثة لصالح خلود في العالم، جدل بإسهاب في أن أفلاطون في التيماوس يتصور بحق عالم له بداية في الوقت المناسب. وفي عالم آخر، في عمل آخر موجه ضد أرسطو، حاول فيلوبونوس تقويض حجج ديكالو الفيزيائية والتي أظهرت أرسطو من خلاله أن العالم أبدي. في هذا القسم يتبع الكندي الحجج المستمدة من فيلوبونوس. أي نص أو نصوص لفيلوبونوس استخدمه غير واضح، ولكن يبدو أنه على الأقل يعرف أجزاء من كتاب ضد أرسطو. ومن المثير للاهتمام أن الكندي يتجاهل تماما جانب رئيسي من جدل فيلوبونوس. كان أرسطو لديه جدل لديه جدال
بأن السماوية يجب أن تكون أبدية لأن لها حركة دائرية كاملة، وبالتالي فهي ليست مصنوعة من أي من العناصر الأربعة القابلة للفساد في عالمنا السفلي. في حين هاجم فيليبونوس علم الكونية هذا ببحث مطول ومفصل، يقبل الكندي ببساطة أن السماوات مصنوعة من عنصر خامس غير قابل للتوليد وغير قابل للتدمير، لكنه يضيف بصراحة أنها مع ذلك هي التي أوجدها الله في الأصل مع بداية الزمان. عندما جاء الكندي ليجادل صراحة ضد خلود العالم، استخدم استراتيجية فيليبونوس باستخدام أرسطو ضد نفسه. اشتهر أرسطو بأنه لا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه اللانهائي الفعلي، وكذا على سبيل المثال لا يمكن لجسم العالم أن يكون كبيرا بشيء غير محدود. يجادل الكندي لأن الكون غير محدود من حيث الحجم المكاني، فلا شيء يمكن التنبؤ به عن جسد الكون يمكن أن يكون لانهائيا، بما أن زمن هو أحد الأشياء التي تنبأ بها هذا الجسد يجب أن يكون الزمن محدودا، لذلك العالم ليس أبديا. ويبدو أن هذه الحجة فقيرة، وحتى لو اعترف أرسطو بأنه لا يوجد شيء لانهائي يمكن توقعه من جسد محدود، سيريد أن يقول أن حجة الكندي تفشل في أخذ التمييز بين اللانهائيات الفعلية والمحتملة فقط في الاعتبار. اللانهائية الفعلية هي اللانهائية التي توجد في وقت واحد في مجملها، على سبيل المثال جسم كبير بلا حدود، أي بشكل عام أي مجموعة بها عدد لا حصر له من الأعضاء الموجودة في نفس الوقت. اللانهائية المحتملة هي عندما يمكن تبديل الحجم المحدود أو مضاعفته إلى شيء غير مسمى. على سبيل المثال أعتقد أرسطو أن أي حجم محدود للمكان أو الزمان من المحتمل أن يكون لا نهائيا، حيث يمكن من حيث المبدأ تقسيمه إلى العديد من الأجزاء كما يرغب المرء مع وجود تقسيمات صغرى ممكنة. إن جسد الكون كما يعترف الكندي نفسه هو أيضا محتمل لا نهائي، بمعنى أنه لا يوجد شيء مستحيل من الناحية المفاهيمية حول زيادة حجمه إلى أجل غير مسمى. لقد لاحظ مع ذلك أنه في كلتا الحالتين ستكون النتيجة الفعلية لمثل هذه العملية محدودة، أي إضافة محددة إلى حجم الجسم ستظل تنتج جسما بحجم محدود. وبالمثل بغض النظر عن مدى دقة تقسيم الجسم، فإن أي فعل يتم تقسيمه بشكل معين سينتج عنه عدد محدود من الأجزاء. والآن يعتقد أرسطو أن خلود العالم لا يلزمه سوى لانهائية محتملة. هذا لأن القول بأن العالم موجود دائما لا يعني أن أي لانهائية هي فعلية في الوقت الحالي. بدلا من ذلك فإنه يشير فقط إلى أن العالم موجود بالفعل يعني منذ سنوات، سيكون يعني صحيحا بالنسبة لأي قيمة أن فترات من الزمن الماضي، تماما كما يمكن المرء أن يقسم جسما بدقة كما يشاء. وليس من الواضح أن هذا النوع من اللانهائية المحتملة لا ينطبق على الحجم المحدود. هل الكندي أي رد آخر هنا على هذا الاعتراض؟ لأنه يفضل يفعل ذلك، رغم أنه رده يأتي فقط في نهاية معالجته لأبدية العالم. الرد موجود أيضا عند فيليبونوس، هو أنه حتى للوصول إلى اللحظة الحالية يجب أن يكون قد انقضى بالفعل عدد لا حصر له من اللحظات. بعبارة أخرى يوجد حاليا عدد لا حصر له من اللحظات أو السنوات التي انقضت منذ أن بدأ العالم. وكما يقول أرسطو نفسه لا يمكن اجتياز اللانهائي، من غير الواضح ما إذا كانت هذه الحجة ناجحة. يبدو أننا نفترض مسبقا أننا نختار نقطة بعيدة بشكل لانهائي في الماضي، ثم نحسب عدد السنوات التي انقضت منذ ذلك الحين. لكن من المفترض أن أرسطو سيرغب في منع الحركة الأولية لاختيار نقطة بعيدة بشكل لانهائي في الماضي، مصرا على أن أي نقطة معينة نختارها في الماضي سيتم إزالتها من الحاضر بعدد محدود فقط من السنوات. إذن هذا بالنسبة إلى نفية أو دحضة لمسألة العالم القديم وقوله بأن العالم محدث له بداية. نأتي إلى نظريته في علم النفس الروح البشري. لدينا عملين الكندي مكرسين للأنتولوجيا الروح البشري، أن هناك مواد غير جسدية وخطاب في الروح. يعتمد الاثنان على مصادر يونانية مختلفة جدا، وهما مختلفين جدا في العرض البلاغي، لكن العقيدة التي تنبثق عنهما ليست بالضرورة غير متسقة، فإن هناك مواد غير جسدية يعني
آدامس، ويعني هو هناك تطبيق إبداعي لأفكار مقولات أرسطو لمشكلة إظهار أن الروح البشرية مادة غير مادية، جوهر غير مادي. نفس يتولى الكندي هذه المهمة على مراحل، ويثبت أولا أن الروح أن الروح جوهر، ثم يظهر أنها غير مادية. يشهد بأن الروح جوهر من خلال الاعتماد على الفصول الافتتاحية للمقولات للادعاء بأن جوهر الشيء يشترك في الاسم والتعريف مع ذلك الشيء. بما أن الروح هي جوهر الكائن الحي وكائن حي هو جوهر، فإن الروح هي أيضا جوهر. علمت على ذلك إنها جوهر غير مادي، لأن الروح هي شكل الفكر الكائن الحي، وشكل الفكر هو نوع، لكن الكندي يرى أن الأنواع غير مادية، لذلك الروح غير مادية. بين الحركات الإشكالية في تسلسل الجدل هنا هذا تحديد الروح البشرية مع الجنس البشري. يبدو أن هذا هو محاولة الكندي للجمع بين فكرة الأنواع التي هي يعني مادة ثانوية في المقولات مع عقيدة الشكل الموجودة في أو الصورة الموجودة في أعمال أرسطو مثل عن الحيوان والميتافيزيقا. يخلط الكندي بين الاثنين دون جدال، فهو لا يعالج السؤال الواضح حول كيف يمكن أن يكون هناك العديد من الأرواح البشرية وكلها متطابقة مع الجنس البشري الفردي. يتكون بالكامل من اقتباسات مفترضة من يعني اليونان، خاصة أفلاطون وفيثاغورس وأرسطو حول طبيعة الروح. المصادر الفعلية المستخدمة غير واضحة من طرف الكندي، على الرغم من أن الجمهورية وأفلاطون هي المصدر النهائي لقسم يصف الروح بوصف ثلاثي، يعني الروح الأولى والروح الثانية والروح الثالثة، الروح يعني النباتية والروح الحيوانية والروح الإنسانية. قسم الخاص بأرسطو هو حكاية عن ملك يوناني ولا علاقة له بأي عمل أرسطو موجود بشكل فعلي. إن فحوى هذه الملاحظات تحليلية ونسكية زهدية، بل وحتى رؤيوية يعني فيها يعني تنبؤية. مهمتنا هي تطهير أرواحنا من البقع التي تلتصق بها من الجسد والصعود عبر الأفلاك السماوية، يقول الكندي في النهاية إلى عالم الفكر حيث ستقيم في نور الخالق. يبدو أن الروح المعنية هنا هي الروح العقلانية. توصف الأجزاء السفلية من روح أفلاطون ثلاثية غاضبة وشهوانية يعني والمعتدلة بأنها ملكات تجلس في الجسد. الهدف من هذا التمويه النفسي لا يختلف عن موضوع الجوهر غير المادي. الروح يعني جوهر بسيط منفصل عن الجسد. في الواقع تم تقديم هذه باعتبارها الرسالة الشاملة للأطروحات في الملاحظات الختامية للكندي. نأتي الآن إلى نظريتي في المعرفة. يعني ما هي نظرية الكندي في المعرفة؟ علم النفس الثنائي الصارم هذا له تأثيرات بعيدة المدى في نظرة المعرفة والأخلاق لدى الكندي. يتضح من الخطاب أنه عندما يتحدث الكندي عن الروح المنفصلة عن الجسد حتى أثناء حياتنا الدنيوية فهو يشير فقط إلى الروح العقلية أو العقلانية فكرية، في حين أن هذا في حد ذاته ليس بعد أن الفكر والعقل متأصلين بطريقة ما في التجربة الجسدية. فإن الكندي لا يتابع برنامجا يعني خبريا في سياقات حيث يعالج القضايا المعرفية، يعني بيصرف النظر عن الفلسفة الأولى أي في الفكر أو في العقل، مسألة في العقل يعني، والتي حظيت هذه الرسالة بقدر غير عادي من الاهتمام على الرغم من إيجازها وحجتها المضغوطة، لأنها أول عمل عربي يظهر تأثير التصنيفات اليونانية للعقل في المستويات وأول أنواع. كانت هذه التصنيفات مع الإصدارات المختلفة التي قدمها ألكسندر ويعني فومتيوس وفيليبونوس وشراح آخرون لأرسطو لدورها محاولات لتنظيم ملاحظات أرسطو حول العقل في كتاب في الحيوان وفي أماكن أخرى. أن العقل في الأحساس ربما يجد الكندي في رسالته عن العقل أن العقل البشري له وظيفة موازية ولكنها مفصلة لإدراك الحس البشري، يعني تماما مثل الإحساس. يبدأ العقل البشري في حد ذاته في حالة من الإمكانية، هذا هو النوع الأول من الفكر أو العقل يعني المفعل، وهو مجرد قدرة على فهم الأشكال الفكرية. مجرد أن يمسك شكلا ما ويفكر فعليا يصبح عقلا يعني فعالا، ويمكن بعد ذلك التفكير في هذه الأشكال حسب الرغبة.
قدرتنا على القيام بذلك هي ما يسميه الكندي العقل المكتسب. يجب عدم الخلط بينه وبين يعني العقل بالمكتسب عن الفارابي الذي يعني بهذا بلوغا شيء من العديد من الأشكال الفكرية. لاحظ أن هذه الأنواع من العقول هي في الحقيقة نفس الشيء، عقل واحد. العقل البشري في ثلاث حالات مختلفة: إمكانيات كاملة، واقعية بالكامل، واحتمال بالكامل، إمكان مؤقت ولكن قادر على تحقيقها حسب الرغبة. لكن كيف يمكننا في المقام الأول الانتقال من العقل يعني المحتمل إلى العقل الفعلي، من العقل المنفعل إلى العقل الفعال؟ هذا ربما رواية الكندي نوع من القصة التجريبية، ربما تنطوي على التجريب، تلعب مثل هذه القصة دورا ما على الأقل عند من سيأتي بعد الكندي من الفلاسفة، خاصة الفارابي وابن سينا والغزالي وغيرهم، يعني الطيار الإسماعيلي وخاصة الكرماني. لكن بدلا من ذلك قدم الكندي وصف فكري شامل لكيفية تفكيرنا، وهو تفسير موازي لروايته عن الإحساس ولكن يختلف عنها تماما. كما يتم تحقيق الإحساس من خلال شكل محسوس خارجي، كذلك يتم تحقيق العقل من خلال شكل خارجي معقول. هذا الشكل سوف يكمن في النوع الأخير من العقل، العقل الأول، وهو نسخة الكندي من العقل الخالق، يعني العقل الفعال سيء السمعة الذي ذكره في كتاب الحيوان لأرسطو. في حين أنه من غير الواضح ما هو الموقف الذي من المفترض أن يكون لهذا العقل الأول في أنطولوجيا الكندي، في من الواضح أنه يختلف عن العقل البشري. العقل الأول هو دائما يعمل، مما يعني أنه يمكن أن يعمل كمصدر خارجي للأشكال المعقولة تماما كما يعمل الكائن المعقول كمصدر خارجي لشكل المعقول. لقد حصلنا على بعض الإحساس بكيفية تطبيق الكندي لنظرية المعرفة فكرية للغاية، هذه في سياقات محددة من الأعمال المتعلقة بالتذكر والأحلام. يجيد الكتاب في التذكر بشكل صريح بأنه لا يمكن اشتقاق أشكال معقول من الأدراك الحسي، لذلك نحن لا نعلم ولا نتعلم هذه الأشكال ولكن ببساطة نتذكرها. وضم قبل دخول الروح للجسد، هنا يتابع الكندي بالطبع لنطاق واسع سرد التذكر الذي قدمه أفلاطون في المينون، محاورة المينون، وفي فيدر، محاورة فيدر. على الرغم من أن الطريقة التي ربما يكون قد عرف بهذه الرواية تظل غامضة، هنا على الأرجح من نسخة عربية وربما باختصار من محاورة فيدر. هناك نص طويل أطول وأكثر تفصيل، هو النوم والحلم، والذي يعطي وصفا طبيعيا لسبب حدوث الأحلام النبوية كيف يمكن تفسيرها. هنا كان المصدر الرئيسي للكندي هو أرسطو، يعني والذي يتضمن أعمال يعني عن الأحلام وعن النوم، وعن تختلف النسخة العربية الموجودة والتي قد تكون مرتبطة تماما بالنسخة التي استخدمها كندي، اختلافا مهما من حيث عن النسخة اليونانية، من حيث أنها تعترف بأن الأحلام النبوية الحقيقية يمكن إرسالها من الله. إذا كان الكندي يعرف هذه الرواية فإنه يتبعها جزئيا فقط، فهو يتبنى فكرة الأحلام النبوية لكنه لا يدع أنها تأتي إلينا من عند الله. لشرح الأحلام يستدعي الكندي كلية لم نناقشها بعد، وهي الخيال أو الفانتازيا. بعد أرسطو يقول الكندي أن الأحلام تحدث عندما ننام لأن الحواس لم تعد نشطة، ولدى الخيال حرية استحضار الأشكال من تلقاء نفسه. لدينا أيضا سردا فيزيولوجيا للنوم والذي ينحرف عن أرسطو بوضع القوة التخيلية في الدماغ، في حين أرسطو يواجه بعض الصعوبة في شرح ظاهرة الأحلام النبوية، وهو في الحقيقة مستشكك إلى حد ما، فإن الكندي متحمس لها، حتى أنه شرح الأنواع المختلفة من الأحلام بدقة تحددها الحالة الفيزيائية للدماغ. ولكن على الرغم من الجوانب الفيزيولوجية لرواية الكندي، فإن العمل التوضيحي الأساسي تقوم به الروح المعنوية التي تعلن عن رؤيتها المستقبلية للخيال. مرة أخرى تدرك الروح العقلانية أشياءها من تلقاء نفسها. بصراحة يعتقد الكندي أن الإحساس يعيق قوة الروح هذه بدلا من المساهمة بأي شيء فيها. بعد ذلك نأتي إلى التطبيق على الأخلاق، فلسفة الأخلاق عند الكندي. بالنظر إلى أن الكندي يفصل بشدة الروح العقلانية عن الجسد والملكة النفسية السفلية، وأنه يرى الروح العقلانية على أنها ذاتنا الحقيقية أو جوهرنا والجزء الوحيد منا الذي ينجو من موت الجسد،
ليس من المستقبل أن يكون فكر الأخلاقي أيضا شديد الوضوح وشديد التميز. لسوء الحظ فإن العديد من أعمال المتعلقة بالموضوعات الأخلاقية والسياسية المنسوبة إليه في عن طريق ابن النديم في فهرست قد ضاعت كلها تقريبا. نص متبقي هو حول يعني مسألة الأحزان، رسالة في دفع الأحزان، تبديد الأوهام وهذا الانفعالات. هذا أيضا هو عمل الكندي الذي غالبا ما يستشهد به المفكرون اللاحقون، حسب المثال من قبل مسكوي في كتاب تهذيب الأخلاق. يعني في رسالة في دفع الأحزان كما يشير العنوان، هو عمل في نوع العزاء الفلسفي يتكون جزء كبير من النص من نصائح عملية ومبادئ وحكايات يمكن المرء أن يأخذها في الاعتبار عندما يجد المرء نفسه متأثرا بالغم والحزن. أحد الممرات اللافتة للنظر بشكل خاص ترمز إلى أن حياتنا الأرضية باعتبارها هبوط مؤقت على اليابسة أثناء رحلة بحرية. هذه الصورة مستمدة في نهاية المطاف من أبي قور، على الرغم من إبيكتيت، من الرواقي إبيكتيت، هي مستمدة من إبيكتيت، رواقي إبيكتيت. على الرغم من ذلك تم وضع الأسس الفلسفية الأطروحة في الأقسام المبكرة، حيث يقدم الكندي حجة مبدئية ضد إعطاء قيمة للأشياء المادية، ويحكم بحكم طبيعته فإن الثروة والخيرات المادية الأخرى معرضة للخطر وعابرة، لا أحد يستطيع تأكد من أن امتلاكها لن يتم أخذها منها، قد يتم الاستيلاء عليها من قبل أي سلطة أو قوة، والأهم من ذلك حقيقة أنها وسائل مادية أنها تخضع يعني للكون والفساد، وبالتالي فهي عابرة. بدلا من ذلك يجب أن نقدر ونسعى إلى الأشياء المستقرة والدائمة والتي لا يمكن أن تأخذ منا. ستكون هذه الأشياء في عالم الفكر المألوف الآن إلى الحد الذي تكون فيه رغبة المرء موجهة فقط نحو الأشياء المعقولة، سيكون المرء محصنا من الحزن. هذه الحجة إذن تظهر أن الحزن دائما لا داعي له، تهدف الحكايات والعلاجات أكثر عملية المعروضة في بقية الرسالة إلى تسهيل قبول هذا الاستنتاج والعيش وفقا له. هذا بالنسبة في رسالة في دفع الأحزان، وهذه الرسالة الإيتيقية الأخلاقية. الآن نأتي إلى العلم، مفهوم العلم. يعني استخدام الرياضيات على الرغم من طابع المناهض للتجربة النظرية المعرفة لدى الكندي، فقد كرس طاقة هائلة لمختلف فروع العلوم الفيزيائية. يمثل عمله في البصريات والطب بشكل خاص تمثيلا جديا بشكل في البصريات والطب، وخاصة تركيب الأدوية. لهذه الجوانب من فكر الكندي بشكل عام يمكن تمييزها في مثل هذه الموضوعات هو استخدام الرياضيات. لقد قيل بشكل مقنع أن الرياضيات كانت أساسية لمنهج الكندي الفلسفي، وخير مثال على ذلك هو منهجه الرياضي لمقولات أرسطو، والذي يجعل الكم والنوع أساسيين للمنطق الأرسطي. من المؤكد أنه لم يفوت أي فرصة لتطبيق التقنيات الرياضية على ما نعتقد الآن أنها مواضيع علمية. بالإضافة إلى ذلك كتب العديد من الأعمال الموسيقية والتي كانت بالنسبة للقدماء والكندي نفسها فرع من علوم الرياضي، رياضيات تطبيقية موسيقى. كما كتب عن التقواسع في موضوعات رياضية أكثر تميزا كما يشير على ذلك ابن النديم في الفهرست، على الرغم من ضياع الكثير منها من هذه المواد مرة أخرى. ومن الأمثلة الجيدة على كيفية تطبيق الكندي للرياضيات في مجالات أخرى هو استخدام الهندسة في البصريات. في هذا الموضوع اتبع الكندي التقليد الذي افتتحه إقليدس واستكمله بيت ليموس وآخرون، حيث تم استخدام الإنشاءات الهندسية يعني لشرح الظواهر مثل المنظور البصري والظلال والانكسار والانعكاس والمرايا المحترقة. يشير هذا الإجراء إلى أنه يمكن إضفاء الطابع الرمزي على الضوء ورؤية كخطوط هندسية، وهو ضمنياً يتبناه الكندي ومصادره من خلال الادعاء بأن الرؤية تحدث عندما تصطدم الأشعة المباحثة من العين على طول الخطوط المستقيمة بشيء بصري، وبالمثل تذيء الأشياء عندما يصدر مصدر الضوء أشعة ضوئية تصطدم بأسطح الأشياء. تتوقع جوانب من رواية الكندي رواية ابن الهيثم الذي سيكون بعد عدة قرون أول من شرح الرؤية بدقة، لكن يبدو أن هذا الحساب القائم على الأشعة هو أيضا أساس عمل الكندي الأكثر طموحا في العلوم الفيزيائية، وتم حفظها يعني هذا الأمر تم حفظه باللاتين، تم ترجمته إلى اللاتينية.
هناك بعض التساؤلات حول صحة ذلك، ولكن يبدو من المعقول أن أنها تمثل محاولة الكندي لشرح كل التفاعلات الفيزيائية من التدفئة والتبريد إلى الرؤية إلى تأثير النجوم إلى التعويذات السحرية، حيث هي آلية هندسية في الأساس. علم الكونيات كوسمولوجيا يعني يوضح جزء مركزي أن النجوم ومن أعمال الكندي أن النجوم والكواكب ربما تحدث أحيان في عالم ما دون القمر عن طريق الأشعة المنبعثة من الأجرام السماوية إلى نقاط على سطح الأرض. هذا يختلف عن الرواية الموجودة في العديد من الأطروحات الكوسمولوجية الأخرى تابعة لأرسطو وربما الأفلاطونية المحض، حيث يتبع الإسكندر الأفروديسي في تأكيد أن الأجرام السماوية تسكن حرفيا في العالم السفلي عن طريق الاحتكاك أثناء مرورها فوقه. في كلتا الحالتين ومع ذلك فإن الرواية المقدمة تهدف إلى شرح فاعلية علم التنجيم. كتب الكندي العديد من الأعمال حول هذا الموضوع، وكان شريكه أبو معشر أعظم شخصية في علم التنجيم العربي. رأى كلاهما في علم التنجيم علما عقلانيا مدعوم بنظرية جيدة عن الأسباب الفيزيائية، العقول يعني العقول السماوية. تتضمن مجموعة الكندي العديد من الأطروحات في علم الكونيات، وتشرح وتدافع عن صورة الكون مثل أربع دوائر متحدة للمركز من العناصر، والتي يتم خلطها معا بواسطة المجالات الخارجية السماوية لإنتاج مواد مركبة معقدة مثل المعادن والنباتات والحيوانات. على الرغم من أن التأثيرات الرئيسية للكندي هي أعمال أرسطو وشراحه وخاصة الإسكندر الأفروديسي، إلا أنه يعرف أيضا شيئا عن محاورة التيماوس كما يتضح من أطروحته التي يشرح سبب ربط أفلاطون بين العناصر والسماء بالأجسام الصلبة. أيضا أحد الجوانب التي يتبع فيها الكندي الإسكندر الأفروديسي واقتناعه بأن الأفلاك السماوية هي الوسيلة التي يمارس بها الله العناية الإلهية على عالم ما دون القمر. إن إدعاءات الكندي الجريئة بشأن علم التنجيم تلزمه بالفعل بفكرة أنه يمكن التنبؤ بمجموعة واسعة من الأحداث المعدة على أساس السببية المقدرة بالنجوم أو السماوية السببية السماوية. تذهب عقيدة العناية الإلهية لأبعد من ذلك من خلال إشارة إلى أن جميع الأحداث في العالم السفلي سببها النجوم والتي تقوم بتنفيذ أمر الله الحميد. ثم وضع هذه العقيدة في حول سجود الكرة الخارجية وفي يعني سبب العامل القريب للجيل للكون والفساد. يشرح الأول أن السماوات تمتلك أرواح وتتبع بحرية أوامر الله لكي تتحرك بطريقة تؤدي إلى حدوث الأشياء والأحداث الفرعية التي يقصدها العناية الإلهية، وهذا بحسب الكندي ما يشير إليه القرآن بقوله النجوم تسجد أمام الله في الأثناء في قضية فعل القريب. يقدم الكندي وصفا أكثر تفسير للوسائل التي تسبب بها السماوات أشياء في العالم السفلي. هنا يستدعي الاحتكاك وليس الأشعة تأثير الأكثر وضوح للنجوم على عالمنا هو بالطبع الفسول، لأن الشمس نظرا لحجمها وقربها يعني هي الجسم السماوي صاحب التأثير القوي. إذا لم يكن هناك سبب سماوي وفق الكندي فلن تتحد العناصر أبدا على الإطلاق، وسيكون العالم السفلي من أربع مجالات من الأرض غير مختلطة، الماء والتراب والهواء والنار. إن العناية الإلهية مثل جيد على طريقته الفلسفية الجمع والبناء بالأفكار المأخوذة من أرسطو والفلاسفة اليونانيين في وقت لاحق والمؤلفين العلميين مثل بطليموس، وهكذا يقدم الكندي تفسيرا عقلانيا لمفهوم مركزي في الإسلام. يظهر السجود على أنه استعداد لاستخدام مثل هذه الحساب لشرح القرآن نفسه. الكندي واثق من أنه بمجرد تعرضه للعروض التقديمية الحكيمة للحكمة اليونانية فإن معاصريه والجهات الراعية الأكثر استنارة سيوافقون على أنه يمكن استخدام هذه النصوص الأجنبية بالاشتراك مع التخصصات العربية الأصلية مثل القواعد في خدمة فهم أعمق للإسلام. خاتمة الآن ما تركه من إرث ويعني من تأثر بالكندي يعني الذين سيأتوا بعد. تفاؤل الكندي بهذا الشيء لم يتم تأكيده بالضرورة في الأجيال اللاحقة، لكن من بين المفكرين المتأثرين به الكندي يمكن المرء أن يميز النزعة المستمرة لمواهمة الفلسفة الأجنبية مع التطورات الأصلية للثقافة الإسلامية. هذه إحدى سمات ما يمكن تسميتها بالتقليد الكندي، تراث الكندي. التيار فكري يمتد
خلال القرن العاشر، والذي يمثله بوضوح طلاب الجيلين الأول والثاني من مدرسة الكندي. وأبرز هذه الشخصيات بشكل خاص العامري، وهو مفكر أفلاطوني محدث معروف، كان من جيل الثاني من طلاب الكندي. ربما كان تلميذ الكندي أبو زيد البلخي. أيضا تأثر الكندي أيضا بالمفكر اليهودي، تأثر بالكندي مفكر اليهودي إسحاق الإسرائيلي ومسكويه سالف الذكر الذي عاش في القرن العاشر، وهو شخصية مهمة لمؤلف العصور الوسطى. كانت أكثر أعماله تأثيرا في علم التنجيم، ولكن تمت أيضا ترجمة أعمال مثل في العقل. وكما لوحظ هناك أعمال في مجموعة الكندي وهي موجودة فقط باللغة اللاتينية. كان هذه الأعمال هدفا جديد كتبه جايلز الروماني، ولهذا يمكن أن نضيف أن الفلسفة في العالم الإسلامي كانت بحد ذاتها إرثا أوسعا للكندي، فهو الذي أسسها أو بدأ شرع في تأسيسها. وهذا من ناحيتين، أولا ستصبح الترجمات التي تم إنتاجها في دائرة الكندي نصوصا فلسفية قياسية لعدة قرون قادمة، سيكون من المؤثر بشكل خاص ترجمتها لبعض الأعمال الأرسطية مثل ميتافيزيقا وأفلوتين وفي لاهوت أرسطو. ثانيا، على الرغم من أن المؤلفين مثل فارابي وابن رشد نادرا ما يذكرون الكندي بالاسم، لم يفعل فارابي ذلك أبدا، ولم يفعل ابن رشد ذلك إلا لانتقاده نظريته يعني في العلاجية، فإنهم يواصلون مشروعه الفلسفي الذي يمارس فيه يعني ممارسة يتم تعريف الفلسفة من خلال التعامل مع الأعمال الفلسفية اليونانية. فإلى أي مدى يمكن أن نقول أن الكندي قد قطع مع الفلسفة اليونانية وأسس للفلسفة العربية يعني الإسلامية في تراث عربي، والتي تسمح لغيره من الذين سيأتون بعده لكي يقولوا عن أنفسهم بأنهم فلاسفة، وربما يؤسسون لنوع من هذا الحوار القوي بين الأصيل والوافد، وبين يعني يعني حضرة إقرأ والحضارات الأخرى. شكرا جزيلا على حسن الانتباه، أتمنى أن تكون الإفادة قد حصلت. إلى اللقاء في محاضرة فلسفية قادمة إن شاء الله.